يمين يسار يمين يسار يمين يسار تحت اسمح. حقيقة وفاة الفنان السعودي فيصل العيسى وسبب الوفاة صادم. مسوي زحمة والشارع فاضي وعضلات، ما حد موقفك عند حدك انت ولا وشو؟ من جدك انت؟ من جدك انت؟ ها؟ انتشر خبر وفاة الفنان السعودي فيصل العيسى عن عمر يناهز 40 عاما كان ناري في الهشيم عبر منصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية، وسط تساؤل وقلق كبير بين محبيه ومتابعيه في الخليج والوطن العربي. وبعد التدقيق تبين أن هناك لغط وأن الخبر عار عن الصحة، وتم نفي كافة الأنباء المتداولة، وأن من توفي هو الإعلام الكويتي فيصل عبد العزيز يوسف بن عيسى الجناعي وليس الفنان السعودي، ولم تتوضح أسباب وفاته حتى الساعة، إلا أن البعض توقع أنه تعرض لعارض صحي مفاجئ. والفقيد مؤسس لأول قناة خاصة بأحد الأندية الرياضية في الكويت عندما أطلق قناة قدساوي الخاصة بنادي القادسية في العام 2011، كما كان صاحب فكرة تأسيس قناة العفاس الدينية بالتعاون مع القارئ مشاري العفاسي.